تهنئة للدكتور خالد بن عبد العزيز أبا الخيل بمناسبة حصوله على رتبة أستاذ في السنة وعلومها. نظم دخيل ابن محمد الدخيل. سمت بك للعلياء روح بلا ملل تريد جوارا للثريا وقد حصل. سمت بك للعلياء روح بلا ملل تريد جوارا للثريا وقد حصل. فها أنت أستاذ تعل مكانه وفيك من الأمجاد جمع من الجمل. وهبت لذيذ القول تحسن نذره فسالك أنهار عديم من الزلل. وكنت إذا ما اشتد أمر تحله كحبات مسباح تناثر من حبل. وكنت حكيم الرأي تبدي مشورة فلا كنت هيابا ولو كان ذا جلل. وكنت كريم الجاه والكف والندى توافد فيك الطيب حتى بك اكتمل. رأست من التعليم صرحا تديره فأرضيت مرؤوسا بعقل بلا عجل. فما كنت طياشا وما كنت ناقما تقابل بالإحسان من فيك قد جهل. تلاقي بوجه لا يكدر من أذى كشمس تبدت بعد غيث قد انهمل. تنادي بحسن القول تبدي مودة وتقنع مرتابا من الخوف قد وجل. تميزت في أمر يقل مثيله تلاقي بزهر الورد خصما به علل. تحملت أحمالا ينوء بحملها عظيم المطايا من حصان ومن جمل. وسرت على نهج وتأمل أنه ستجزى به أجرا من الله قد جزل. فأرشدت ضلالا وأيقظت غافلا وأسعدت محتاجا وأنت له أمل. وواسيت مسكينا وساعدت عالما جهود تخفت لا يراها من اهتبل. سليم خفايا القلب يظهر كنهها بما بان من فعل لطيف له شعل. فنفعك قد يبقى طويلا مساره كما الغيث يبقى في الثراء وإن رحل. فمن مثلكم شيخ ترقى بعلمه وفي قوله طعم ألذ من العسل. ومن مثلكم شيخ عليه من التقى مهابة إجلال تبد كما الجبل. ومن مثلكم شيخ تسربل بالدهاء وحاز لأمجاد بجد مع العمل. وفي سنة المختار أبدع جهده فصلوا على المختار دوما بلا ملل. وفي سنة المختار أبدع جهده فصلوا على المختار دوما بلا ملل.